السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا متابعينا الكرام، مرحبا بجمهور قناتنا الأعزاء. You are welcome. Today we will study reproduction system in human. Reproduction system in human. وده اليونت 3. Listen to prep 2. Term 2. وممكن الناس اللي هتشوف الفيديو تشوفه متأخر بعد وقته، لكن أنا محبش أصور فيديو برايفت وما أرفعوش على القناة، ممكن النت بس هو اللي بيتأخر، فبرفعه السنة الجاية إن شاء الله الناس تشوف معاده، وأتمنى الناس تكون بتستفاد اللي هيشوف الفيديو ده فيما بعد إن شاء الله. هنتكلم النهاردة عن reproduction process. reproduction process يعني ايه يا شباب ويا طلابنا الأعزاء؟ يعني ايه reproduction process؟ reproduction يعني ايه كلمة reproduction in Arabic؟ reproduction يعني التكاثر او التناسل. يعني احنا كهيومن كإنسان او كمان بنعمل reproduction، هو الإنسان بيخلف يبقى عنده أولاد والأولاد يكبروا ويتجوزوا ويخلف وهكذا، تمام؟ فدي اسمها عملية الريبرودكشن، تمام؟ الريبرودكشن بروسيس هي البروسيس that aims to secure the existence and the continuity of living organisms and to prevent them from extinction. يعني الكلام ده يا شباب، يعني الريبرودكشن بروسيس هي العملية اللي aims to، تهدف إلى secure the existence، بتأمن البقاء. يعني الإنسان منا لو ما اتجوزش وخلف فبقاءه مهدد. الإنسان اللي ما بيخلفش، تمام، أو ربنا ما رزقوش بأولاد، تمام، لو الناس كلها كده مش هتخلف، أو لو الناس بطلت تتجوز وتخلف فالإنسان هينقرض، زي مثلا الحيوانات الانيمالز اللي انقرضت زي الديناصورز والريبتايلز، البيج ريبتايلز دي كلها ايه حصل لها ايه اكستنكشن، تمام. فالريبرودكشن بروسيس سيكيور اكزيستنس وبريفنت اكستنكشن، تمام. بريفنت اكستنكشن يعني تمنع الانقراض، تمام. طيب اللي بيحصل مين مع فيميل، تمام، بيحصل عملية البرودكشن، يدينا أوفسبرينج اللي هو الناتج أو الجيل اللي قطع أو المواليد، الأوفسبرينج اللي هو المواليد، تمام. طيب تعال نشوف بقى الايه البرودكشن بروسيس في الهيومن. هي عملية اسمها سيكشوال ريبرودكشن. سيكشوال ايه؟ ريبرودكشن. يعني ايه سيكشوال ريبرودكشن؟ يعني تكاثر جنسي، يعني بيعتمد على اختلاف في الجنس ذكر وانثى، زي الانيمالز، زي ال 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 زي الريبتايلز، زي الانسكتس، تمام. فالريبرودكشن هنا في الهيومن سيكشوال ريبرودكشن. طيب في الليسون ده احنا هناخد ايه؟ هناخد اول حاجه the male reproduction system. the male reproduction system. تاني حاجه هناخد برضو the female reproduction system والthe structure of sperm and ovum والfertilization and embryo formation والgenital system disease، تمام. واول حاجه هناخدها دلوقتي في الفيديو ده the male reproduction system. the male reproduction system وهو consist of two testes اللي هما ادي تست منهم واحد، تمام، اللي هي بيسموها in Arabic الخصيه، تمام. طيب تعال نشوف بعد كده two testes، وبعد كده الفاس difference اللي هو ده، تمام، التيوب اللي طالع من التستس، تمام. هنشرح الدراينج ده دلوقتي، تمام. بعد كده هناخد الايه الجينيتال اسوشيتد جلاندز. في جلاندز مرفقه بالجينيتال سيستم بتاع الانسان، وبعد كده البينس اللي هو العضو الذكري، تمام. وهننقل الكام كده شويه
عشان تبقى قدام الدراونج بالظبط. طبعا احنا كمسلمين وكحتى المسيحيين تمام، ربنا سبحانه وتعالى امرنا بالعلم تمام، ولا نستحي ابدا واحنا بنتناول موضوع علم تمام. اول حاجه عندي التستس اهي تمام، دي التستس. بعد كده بيطلع منها حاجه اسمها الفاس ديفرنس تمام. قبل الفاس ديفرنس في هو نفس التيوب ديت فيها التفافات وكونفوليوشنز هنا كده تمام، كان الفاس ديفرنس ملفوفه حوالين بعضها كتير. هنا قدام التستس على طول بتعمل حاجه اسمها ايبيديديموس. ايه ايبيديديموس؟ بعد كده بعد ما تعمل كونفوليوشنز او الالتفافات ديت بتطلع فاس ديفرنس تمام. طيب التستس دي محطوطه في ايه؟ طبعا في الانسان كلنا عارفين ان التستس او الخصتين محطوطه في، ربنا حفظها بكيس كده تمام، اسمه سكروتال ساك. سكروتال ايه؟ ساك، كيس حوالين الخص يعني عشان يحميها تمام، سكروتال ساك. بعد كده الفاس ديفرنس هو بين طبعا الايه السبيرمس او الحيوانات المنويه من التستس وبتطلع كده تمام. في هنا السيمينال فيسيكل، السيمينال فيسيكل دي بتعمل تشتغل كمخزن، كايه؟ كمخزن او ستور تمام. بعد كده بتواصل الرحلة تمام، وبعدين لحد ما بتوصل لتشترك مع الايه اليورين باس. اليورين ايه؟ باس اللي هو مجرى البول. يعني السبرم جاية كده من الفاس ديفرنس او من الفيسيكال سيمينال فيسيكل وبتشترك مع البول او اليورين في نفس الايه المخرج هنا تمام، في قناة مشتركة تمام. وعند الالتقاء ده تمام، عند نقطة الالتقاء ما بين اليورين باث والفاس ديفرنس في البروستيت جلاند، البروستيت جلاند تمام. بعدها على طول في هنا الكوبرز جلاند. الكوبرز ايه؟ جلاند. طبعا دول لهم فانكشن هنعرفها بعدين تمام. بعد كده بتواصل الرحلة هنا، ده اسمه اليورينالي اليورين اليورينو جينيتال داكت، يعني القناة المشتركة ما بين اليورين والجينيتال سيستم تمام، لحد ما تطلع للفتحة، فتحة البول أو فتحة التناسلية اليورينو جينيتال اوبننج اللي هي في البينس. البينس ده اللي هو العضو الذكري تمام. طيب وهنا المنطقة دي بيسموها اليوريثرا، الايه؟ اليوريثرا تمام. طيب تعال نشوف بقى التستس الفانكشنز بتاعتها اللي هي ايه تمام. عندي التستس زي ما قلنا كده التو تستس بتاع الهيومن ميل تمام. اول حاجه تو اوفر اليبتيكال شيب جلانس تمام، هي التستس عباره عن تو اوفر شكل بيضاوي تمام اهو تمام، دي واحده منهم تمام. طيب بعد كده تاني حاجة lie outside the body into scrotal hanging between thighs، يعني اللي بص على التستس هيلاقيها ان هي خارج الجسم وبتقع ما بين معلقة في السكروتال ساك دي ما بين التو between two thighs، الثاي اللي هو الفابس تمام. طيب تعالى بعد كده بيقول لي الفانكشن اوف تستس. التستس دي ربنا خلقها للهيومن ميل بتعمل ايه؟ production of sperms after puberty، يعني بعد سن البلوغ التستس هي اللي بتنتج السبرمز. بعد كده production of male sex hormones، التستس هي اللي بتطلع الميل sex hormones. ايه هو الميل sex hormones؟ اللي هو التستوستيرون. التستوستيرون ده اللي هو بيسموه بالعربي هرمون الذكوره، اللي هو بيخلي الهيومن ميل صوته خشن، في شعر في اللحيه وفي الشارب، وعضلات قوية عن الفيميل. طيب responsible for appearance of secondary sex characters of male تمام، اللي هي بعد البلوغ بتلاقي الهيومن ميل طلع له secondary sex characters اللي هي عضلات قوية
صوت تخين نمو الشارب واللحية. طيب تعال نشوف بعد كده الايه الساينس اوف بوبرتي ان ميل. ساينس اوف بوبرتي ان ميل، اول حاجه جروث اوف هير ان سيرتن بودي ارياز، تمام، نمو الشعر في بعض مناطق الجسم زي الهير وذي البيرد والمستاش، تمام. بعد كده الهارشنس اوف فويس، هارشنس اوف فويس اللي هو الصوت يبقى غليظ. Development of genital organs، تطور ونمو اكتر للجينيتال اورجنز عن الطفوله، تمام. Growth of bones، نمو العظام، تلقى الهيومن ميل بعد البلوغ تلقى عظامه وجسمه بقى قوي ويعني. بعد كده enlargements of muscles، يعني العضلات تبقى مفتوله وقويه. طيب تعال الفانكشن اوف سكروتال ساك، سكروتال ساك اللي هو الكيس اللي يبقى فيه التستس او الخصتين، تمام. طيب بيعمل ايه السكروتال ساك ده؟ بيعمل ريجوليشن، ريجوليتس ذا تمبريتشر. ليه ربنا سبحانه وتعالى خلق التستس بره الجسم في كيس كده منعزلين لوحده؟ عشان يخلي التستس في 2 degrees celsius below normal body، يعني درجة حرارته بتبقى أقل من الجسم بدرجتين سيليزيوس، تمام؟ عشان هو ده المناسب لإنتاجهم للسبيرمس ولعملهم وإنتاج الإيه؟ التستوستيرون والسبيرمس. طيب بعد كده which is suitable for production and the growth of development and development of spermis. بعد كده نوت بيقول لي هنا if the testes are kept inside the body، لو التستس بقى فضلت جوه الجسم ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان هي هيتعطل الميكانيزم او الريجوليشن بتاع التمبريتشر، والتمبريتشر تبقى عاليه على التستس لو هي جوه الجسم ما خرجتش في السكروتم، وبعد كده هيحصل ان هو مش هينمو مش هيحصل برودكشن للسبيرمس ولا التستوستيرون، وده ممكن يحصل في الامبريو وهو لسه في بطن امه ان هو الاستيستس ما بتطلعش خارج الجسم، وده بيعملوه عمليه جراحيه بعد الولاده. ليه؟ لان this is not suitable for development of spermis then man becomes infertile or sterile. يعني لو الهيومن ميل بقى عنده التستس جوه الجسم ما طلعتش في السكروتال ساج او السكروتر، اللي هيحصل الهيومن ميل ده او الشخص ده او الولد اللي هو كبر فوق سن ال 15 او لسه حتى طفل عنده 5-6 سنين والتو تستس لسه ما زالوا جوه الجسم ما طلعوش في السكروتال ساج، ده هيبقى انفرتايل او سترايل لو ما تعملوش عمليه جراحيه سيرجيكال يطلعوا التستس الى بره خارج الجسم جوه السكروتال ساك، ده هيبقى فيرتايل او انفرتايل او سترايل وهيكون غير قادر على الانجاب ومش هتظهر عليه السكندري ميل 6 كاركترز، تمام. وكده كنا خلصنا الفيديو ده، اتمنى الناس اللي عجبها شرح تدعمنا باللايك والشير والسبسكرايب، وانتظروا منا جديد، وكل ما تدعمونا اكتر هيبقى فيه مادة علمية اكتر، تمام. وما تنسوش الشانل بتاعتي عبارة عن كذا بلاي ليست، في بلاي ليست لكل مرحلة دراسية او لكل مادة علمية او لكل بروفيشن، تمام. فكل ما تدعمنا اكتر في التخصص اللي انت بتتابعه هنزل فيديوهات في البلاي ليست دي اكتر، واتمنى الجميع التوفيق، وتحياتي لكل اللي بيتابعونا حتى اللي بيتابعني لاول مره، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.